ليسمع من به صممه، وليعلم من لم يصله خبره، وليعترف من فيه نظره، انك الاسطورة يا بورتوغيز. يا الله يبالغ في كل شيء حتى في متعة اهدافهم. اعيد رونالدو لمنزله، جماهير مانشستر تتمنى من كريستيانو ان يعود الى اطرافه. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن قصة وثائق الأسطورة كريستيانو رونالدو من البداية إلى صناعة المجد والتاريخ مع نادي مانشستر يونايتد. وحلقة اليوم راح تكون الجزء الأول من الوثائقي كامل للأسطورة كريستيانو رونالدو، والجزء الثاني من بدايته مع نادي ريال مدريد إلى نهاية مسيرته في أوروبا. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسى تشرفنا باشتراكك في القناة. مرحبا بكم من جديد. الاسم بالكامل كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفييرو، من مواليد 5 فبراير سنة 1985 في جزيرة ماديرا الصغيرة في الساحل الغربي من البرتغال، كما أن الجزيرة هذه قريبة إلى المغرب أكثر من البرتغال. طبعا كريستيانو رونالدو هو الابن الأصغر في العائلة. بدأ كريستيانو رونالدو ممارسة كرة القدم مع نادي أندرونيا من الفئات العمرية من سنة 92 إلى سنة 95، وتحديدا في سنة 95 انتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي ناسيونال، ولكن رونالدو لعب في أكاديمية ناسيونال موسمين فقط ليقوم رئيس الكشافين في نادي سبورتينج لشبونة. أوريلو بيريرا بجلب رونالدو إلى أكاديمية لشبونة، وكان عمره في ذلك الوقت 12 عام، ليخضع رونالدو لتجربة في أكاديمية سبورتينج لشبونة. ولكن الموهبة الكبيرة الذي كان يمتلكها رونالدو في ذلك الوقت جعلت إدارة لشبونة توافق على بقاء رونالدو في نادي لشبونة. وفي سنة 1997 كانت البداية لكريستيانو رونالدو مع نادي سبورتينج لشبونة. تطور كريستيانو رونالدو في أكاديمية لشبونة وأصبح قوي بدنيا وسريع كذلك، وكان يمتلك الكثير من المهارات رونالدو في البداية الذي تعلمها. ولكن في عمر 14 عام فقط لكريستيانو رونالدو تم طرده من المدرسة. وعندما كان عمر رونالدو 15 عام فقط قام بعملية في القلب بسبب تسارع نبضات القلب. وفي سنة 2001 وقع كريستيانو رونالدو أول عقد احترافي له مع نادي سبورتينج لشبونة براتب 2000 يورو لمدة 4 مواسم. أما الشرط الجزائي في عقد كريستيانو رونالدو كان 20 مليون يورو. وبعدها قام مدرب سبورتينج لشبونة الروماني بولوني باستدعاء كريستيانو رونالدو لفريق لشبونة الأول، ولكن كريستيانو رونالدو لم يستطع المشاركة كثيرا في المباريات مع لشبونة وطلب الرحيل من نادي سبورتينج لشبونة، وقال كذلك بأنه يريد اللعب في إنجلترا أو في أسبانيا. وفي نفس الموسم قام بتغيير وكيل أعماله من خوسي فيجا إلى خورخي مينديز والذي هو وكيل أعماله حاليا. وفي موسم 2002-2003 وعد المدرب الروماني بولوني بأن يشارك كريستيانو رونالدو في العديد من المباريات في الموسم القادم. وفي موسم 2002 لعب رونالدو أول مباراة ولكن كانت ودية، واستطاع تسجيل الهدف ضد نادي ريال بيتيس. أما أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي لشبونة كانت في دوري أبطال أوروبا أمام نادي إنتر ميلان، وسجل أول هدف له رسمي مع لشبونة ضد نادي موريرنيس. وفي نفس الموسم يخرج نادي لشبونة بدون أي لقب، وقام وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز بجلب العديد من الأندية لضم كريستيانو رونالدو، وكانت أبرز هذه الأندية هي نادي برشلونة ونادي ريال مدريد، فالنسيا وإنتر ميلان ونادي يوفنتوس وأرسنال. وأبرز هذه الأندية كان نادي أرسنال الذي كان على بعد خطوات قليلة فقط من إتمام الصفقة مع كريستيانو رونالدو، ولكن الصفقة فشلت بسبب شروط مادية من نادي سبورتينج لشبونة. الآن نأتي إلى المباراة التي غيرت مسار الأسطورة كريستيانو رونالدو أو غيرت شكل حياته بالكامل. في يوم 6/8 من عام 2003 أقيمت مباراة ودية تجمع بين نادي مانشستر يونايتد ونادي سبورتينج لشبونة، وكان مدرب نادي لشبونة في ذلك الوقت هو المدرب فرناندو سانتوس. قام بإشراك رونالدو أساسي في تلك المباراة الودية بين لشبونة ونادي مانشستر يونايتد. وفي تلك المباراة استطاع كريستيانو رونالدو من تقديم أداء فردي عالمي ضد نادي مانشستر يونايتد بمهارات عالمية، حيث أذهل المدرب السير أليكس فيريكسون. انتهت المباراة بفوز نادي مانشستر يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف، ولكن هذه الخسارة لم تقلل من جودة كريستيانو رونالدو في عين المدرب السير أليكس فيريكسون الذي كان يريد التعاقد مع رونالدو فورا. وبعد تلك المباراة
إدارة نادي مانشستر يونايتد تحركت سريعا لضم كريستيانو رونالدو من نادي لشبونة، وتحديدا في يوم 12/8/2003 تم إتمام صفقة كريستيانو رونالدو من نادي لشبونة إلى مانشستر يونايتد، وكانت قيمة الصفقة 17 مليون يورو. كريستيانو رونالدو لعب مع نادي سبورتينج لشبونة موسمين، 31 مباراة، واستطاع تسجيل فيهم 5 أهداف وخرج بدون أي لقب. طبعا قبل انتقال رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد، رحل واحد من أفضل اللاعبين في مانشستر يونايتد دافيد بيكهام إلى نادي ريال مدريد. ومع وصول كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد، طلب القميص بالرقم 28 الذي كان يرتديه في نادي سبورتينج لشبونة. وبعد رحيل بيكهام الذي كان يرتدي القميص رقم 7، طلب السير أليكس فيرغسون من كريستيانو رونالدو ارتداء القميص رقم 7، وحمل كريستيانو رونالدو مسؤولية كبيرة في نادي مانشستر يونايتد، وكان عمر كريستيانو رونالدو في ذلك الوقت 17 عام فقط. طبعا لأن هذا القميص ارتدوا أساطير في نادي مانشستر يونايتد مثل دافيد بيكهام، جورج بيست، وإيريك كانتونا. وبعد انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد 8 أيام فقط، وقام المدرب سكولاري باستدعاء كريستيانو رونالدو إلى قائمة المنتخب البرتغالي المشاركة في يورو الذي أقيمت في البرتغال 2004. كريستيانو رونالدو استطاع تسجيل هدف في أول مباراة، كانت في المباراة الافتتاحية ضد منتخب اليونان الذي خسر بها المنتخب البرتغالي. واستطاع كريستيانو رونالدو من الوصول مع المنتخب البرتغالي إلى نهائي يورو 2004 أمام اليونان، ولكن خسروا المباراة بهدف مقابل لا شيء. أما أول مباراة رسمية لكريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد كانت أمام نادي بولتون في الدوري الإنجليزي. في تلك الموسم خسر نادي مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي لمصلحة نادي أرسنال الذي استطاع تحقيق اللقب بدون أي خسارة. وفي ذلك الموسم كذلك استطاع مانشستر يونايتد الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد، ورونالدو يشارك أساسيا في المباراة النهائية. قدم كريستيانو رونالدو أداء كبير في مباراة النهائية، واستطاع تسجيل هدف في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لنادي مانشستر يونايتد، وأول لقب كان لكريستيانو رونالدو في مسيرته لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن خسر نهائي يورو 2004 مع المنتخب البرتغالي. وفي سنة 2005 كان كريستيانو رونالدو يتدرب كثيرا، حيث استطاع كريستيانو رونالدو الوصول إلى فورمة عالية جدا، ولكن كان عبء رونالدو الوحيد في بداية مسيرته كان يكثر بالمراوغات والمهارات الفردية بدون أي فائدة، ولكن كريستيانو رونالدو كان يمتلك تسديدات قوية وإنهاء سريع، وكان يجيد التسديد بالقدمين باليمنى واليسرى. وفي موسم 2005 خرج مانشستر يونايتد بدون أي لقب. رونالدو في موسم 2005 استطاع تسجيل 9 أهداف وقام بصناعة 9 أهداف كذلك في 50 مباراة، وكان عمر كريستيانو رونالدو 20 عام في موسم 2005. طبعا كريستيانو رونالدو إلى سنة 2005 لم يستطع التسجيل في بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي نفس الموسم توفي والد كريستيانو رونالدو الذي كان مدمن كحول. ومع بداية موسم 2006 كريستيانو رونالدو قد وصل إلى الفورمة العالية في كرة القدم، وكان هو المسدد الأول للركلات الحرة في نادي مانشستر يونايتد. وفي نفس الموسم كذلك استطاع كريستيانو رونالدو من تسجيل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا، ولكن مع كل هذا خرج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا وخسر لقب الدوري الإنجليزي لمصلحة تشيلسي، وخرج نادي مانشستر يونايتد في ذلك الموسم كذلك من كأس الاتحاد، ولم يستطع تحقيق سوى بطولة واحدة فقط وهي رابطة الدوري الإنجليزي. في نفس الموسم كذلك استطاع كريستيانو رونالدو من تسجيل 12 هدف وقام بصناعة 9 أهداف في 47 مباراة لعبها. ومع نهاية موسم 2006 يأتي كأس العالم 2006 في ألمانيا، رونالدو يشارك مع المنتخب البرتغالي واستطاع تسجيل أول هدف له ضد منتخب إيران، واستطاع الوصول مع المنتخب البرتغالي إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ولكن الخصم في نصف النهائي كان منتخب فرنسا الذي استطاع هزيمة منتخب البرتغال بهدف مقابل لا شيء سجله الأسطورة زيدان. تأثر كريستيانو رونالدو طبعا بعد الخروج من كأس العالم، وبدأ التركيز بالعمل بجد من أجل الموسم القادم ومن أجل الوصول إلى القمة مع نادي مانشستر يونايتد، لأن آخر لقب دوري إنجليزي استطاع تحقيقه اليونايتد كان قبل قدوم كريستيانو رونالدو بموسم. 3 مواسم مع رونالدو في الدوري الإنجليزي لم يستطع اليونايتد تحقيق اللقب. ومع بداية موسم 2007 كان مدرب ريال مدريد كابيلو يريد كريستيانو رونالدو، ولكن إدارة اليونايتد رفضت. وأخيرا كريستيانو رونالدو في موسم 2007 يستطيع تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه مع نادي مانشستر يونايتد، ولكن نادي مانشستر يونايتد خرج من دوري أبطال أوروبا أمام نادي ميلان، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نادي تشيلسي.
لنذكر معكم أرقام كريستيانو رونالدو في موسم 2007. طبعا في أول ثلاث مواسم لرونالدو مع اليونايتد ساهم في 48 هدف ما بين صناعة أهداف وتسجيل الأهداف. وفي موسم 2007 موسم واحد فقط استطاع المساهمة ب 48 هدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كذلك. وكان في الترتيب الثاني في جائزة الكرة الذهبية الذي ذهبت إلى اللاعب كاكا في ذلك الموسم، وكان ليو ميسي في المركز الثالث. موسم 2008 مع اليونايتد، وكان هذا هو أفضل موسم لكريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد. في موسم 2008 نادي مانشستر يونايتد يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي برشلونة. مباراة الذهاب في الكامبون انتهت بدون أي أهداف، ليتأجل الحسم في إياب. استطاع اليونايتد الفوز بهدف مقابل لا شيء ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الخصم في النهائي هو نادي تشيلسي، نهائي إنجليزي خالص. ولكن في النهاية استطاع نادي مانشستر يونايتد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ركلات الترجيح. وفي نفس الموسم كذلك استطاع نادي مانشستر يونايتد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي. وفي ذلك الموسم استطاع كريستيانو رونالدو تحقيق جائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كذلك. في نفس الموسم استطاع تسجيل في ذلك الموسم 42 هدف. وفي نهاية موسم 2008 كريستيانو رونالدو يمثل المنتخب البرتغالي في بطولة اليورو، ولكن خرج من دور ربع النهائي أمام منتخب ألمانيا. وفي نهاية موسم 2008 كان رونالدو ينوي الرحيل إلى نادي ريال مدريد الذي طلب التعاقد معه للموسم الثاني على التوالي، ولكن المدرب السير أليكس فيريكسون منع كريستيانو رونالدو من الذهاب إلى نادي ريال مدريد. ومع بداية موسم 2009 كريستيانو رونالدو يغيب عن الفريق لشهرين بسبب الإصابة، ليعود كريستيانو رونالدو ويستطيع تحقيق معهم لقب كأس العالم للأندية، واستطاع كذلك تحقيق معهم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، موسم 2007 وموسم 2008 وموسم 2009. ووصل للموسم الثاني على التوالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الخصم نادي برشلونة في ملعب الأولمبيكو في روما، ولكن خسر نادي مانشستر يونايتد النهائي لنادي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء. وفي نفس الموسم كذلك استطاع كريستيانو رونالدو من تحقيق كأس الرابطة، وهو آخر لقب حققه كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد. الجميع كان يعلم بأن كريستيانو رونالدو أمام برشلونة كانت هي آخر مباراة لرونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى نادي ريال مدريد. تريزو في ولايته الثانية تعاقد مع كريستيانو رونالدو ب 94 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ في ذلك الوقت. والآن نذكركم مع أبرز إنجازات وأرقام كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد هي الفترة الأولى. طبعا كريستيانو رونالدو لعب معهم 6 مواسم، 292 مباراة، 118 هدف و69 اسيست. حقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا 2008 والدوري الإنجليزي في 3 مواسم متتالية، وحقق معهم لقبين لكأس الرابطة الإنجليزية ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، واستطاع تحقيق لقب الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2007 وموسم 2008، واستطاع كذلك تحقيق معهم لقب كأس العالم للأندية. طبعا كانت هذه أرقام ورحلة أو بداية كريستيانو رونالدو إلى أن وصل للقمة مع نادي مانشستر يونايتد، ولأن البقاء في القمة أصعب من الوصول لها انتظرونا في الجزء الثاني من وثائق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. وفي النهاية نذكركم لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.